جزيرة جديدة من جزر اللغة العربية سنبحر إليها اليوم لنكتشف خباياها ونتعرف أسرارها. هلموا معنا أصدقائي. أبنائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في لقاء جديد نبحر من خلاله وإياكم لنرسم لوحة فنية ألوانها قواعد لغتنا العربية لنبدأ مشوارنا، ولكن بعد هذه المشاهدة المرئية. نلاحظ من الفيديو السابق في قولنا ثلاثة أقلام جميلة أهداني إياها أخي، العدد ثلاثة دل على مقدار أقلام ميز العدد ثلاثة. أما إن قلنا القلم الثالث أجملها، القلم المعدود الثالث العدد جاء على وزن الفاعل ودل على الترتيب، وفيه نقول العدد اسم يدل على مقدار والمعدود اسم يميز العدد، وإذا جاء العدد على وزن فاعل دل على ترتيب المعدود. ننتقل الآن. إذن هذا كان عن أنواع العدد، والآن أبنائي الطلبة تعالوا بنا ننتقل إلى حالة أخرى. ففي قولنا تسعة أقلام خشبية قلم واحد، فإن العدد تسعة واحد قد جاء مفردا. أما في قولنا 13 قلما جلب لي عشرة أقلام مائية، فإنه في قولنا 13 فإن العدد هنا قد جاء مركبا مع العدد 10. أما في قولنا 10 فقد جاءت مفردة. وفي قولنا أمتلك 13 قلما، فإن العدد هنا مركبا، والعدد المركب هو الذي يتألف من جزئين وجزءه الثاني من لفظ 10. أما في قولنا 23 قلما، فإن العدد هنا أبنائي الطلبة قد جاء معطوفا، والعدد المعطوف هو الذي يتكون من جزئين ويربط بينهما حرف العطف و. وماذا نقول عن الحالة الأخرى آنستي؟ نلاحظ في المثال الآتي في حديقة منزلنا كوخ بجانبه شجرة واحدة يرفرف عليها عصفوران اثنان مغردان، العدد واحدة المعدود شجرة. ألاحظ هنا العدد وافق المعدود في التأنيث، اثنان العدد عصفوران المعدود أيضا وافقه في التذكير كلاهما مذكر ومنه أجد. وهنا نلاحظ آنستي بأن العدد واحد واثنان في هذا المثال قد جاء مفردا. نعم. فماذا نقول عن المثال الثاني آنسة؟ وتحوطه إحدى عشرة زهرة ملونة وتزين حجارته 22 لؤلؤة بيضاء. العدد إحدى عشرة عدد مركب. هذا صحيح.
الجزء الأول إحدى وافق المعدود زهرة. ووافقه في ماذا؟ في التذكير أم في التأنيث؟ وافقه في التأنيث كما نلاحظ. وهل في المثال الثاني أيضا قد جاء العدد مركبا؟ 22. ماذا نقول عن هذا العدد؟ نلاحظ الجزء الأول وهو المعطوف عليه 2 وافق المعدود لؤلؤة في التأنيث. إذن العدد 1 و2 يأتي مفردا ويأتي مركبا ويأتي معطوفا، وبناء عليه ماذا تقولين آنستي في القاعدة؟ ومنه أستنتج يوافق العددان 1 و2 معدوديهما مفردين ومركبين ومعطوفا عليهما في التذكير والتأنيث. ننتقل الآن. أما في قولنا أبناء الطلبة في حديقة منزلنا كوخ فيه 30 وافدة، فإن العدد 3 قد جاء هنا مذكرا، أما المعدود نوافذ والمفرد منه نافذة فهي مؤنث، وبالتالي فإن العدد 3 قد خالف المعدود في التذكير والتأنيث. وفي هذا المثال أبناء الطلبة قد جاء العدد مفردا، أما في المثال الثاني يرفرف عليها 15 فراشة فإن العدد 5 قد جاء في العدد المركب وقد جاء هنا مذكرا، وقد خالف المعدود فراشة والتي قد جاءت مؤنثة، وبالتالي نقول فإن العدد هنا في العدد المركب قد خالف المعدود في التذكير والتأنيث. أما في قولنا وتزين حجارته 24 لؤلؤة بيضاء فإن العدد هنا قد جاء معطوفا، والجزء الأول منه 4 قد جاء مذكرا وقد خالف المعدود لؤلؤة والتي جاءت مؤنثة. وفيه نقول أبنائي الطلبة تخالف الأعداد ب3 إلى 9 معدودها مفردة ومركبة ومعطوفا عليها في التذكير والتأنيث. والآن لننتقل إلى حالة أخرى. ونلاحظ الآن في المثال الآتي في حديقة منزلنا كوخ يعتبر الكوخ الثالث بجماله والفراشة 18 البيضاء من أجمل فراشاته. ألاحظ الكوخ الثالثة عدد دل على الترتيب وجاء بعد المعدود، الثالثة على وزن الفاعل وقد تطابق العدد والمعدود هنا في التذكير في المثال الذي يليه. والفراشة 18 البيضاء من أجمل فراشاته، ففي قولنا في العدد 18 فإن هذا العدد هو عدد مركب وقد جاء جزءه الأول على وزن فاعل وقد جاء بعد المعدود، ونلاحظ بأنه قد وافق المعدود في التذكير والتأنيث. أما في قولنا واللؤلؤة 24 في أعلى أحجاره فإن العدد هنا قد جاء معطوفا، والجزء الأول منه قد جاء على وزن فاعل وقد جاء بعد المعدود وقد وافق المعدود في التأنيث، وبناء عليه نقول في القاعدة. نعم، أستنتج العدد على وزن فاعل يأتي بعد المعدود ويوافقه في التذكير والتأنيث سواء أكان مفردا أم مركبا أم معطوفا. والآن أبنائي الطلبة في قولنا في حديقة منزلنا 10 طيور مرفرفة فإن العدد 10 قد جاء هنا مفردا وقد خالف المعدود الطيور في التذكير والتأنيث. أما في قولنا و13 فراشة فإن العدد هنا قد جاء مركبا والعدد 10 قد وافق المعدود فراشة في التأنيث. أما في قولنا و20 صنفا طبيا من النباتات و20 زهرة من كافة أنواع الأزهار البرية المبعثرة في ساحاتها فإننا نلحظ العدد 20 قد جاء في المثال الأول مع المعدود صنفا مذكرا وقد جاء في المثال الثاني مع المعدود مؤنثا، إلا أنه لم يتغير اللفظ، وبناء عليه نقول العدد 10 يوافق معدوده إذا كان مركبا ويخالفه إذا كان مفردا. ألفاظ العقود والمئة والألف لا يتغير لفظها مع المعدود مذكرا كان أم مؤنثا. وننتقل الآن إلى القاعدة العامة. العدد اسم يدل على مقدار والمعدود اسم يميز العدد، وإذا جاء العدد على وزن فاعل دل على ترتيب المعدود. يوافق العددان 1 و2 معدوديهما مفردين ومركبين ومعطوفا عليهما في التذكير والتأنيث. هذا صحيح. أما
أن تتمة القاعدة تخالف الأعداد من 3 إلى 9 معدودها مفردة ومركبة ومعطوفا عليها في التذكير والتأنيث. العدد على وزن فاعل يأتي بعد المعدود ويوافقه في التذكير والتأنيث سواء أكان مفردا أم مركبا أم معطوفا عليه. فماذا تقول الحالة الأخيرة آنسة؟ الحالة الأخيرة العدد 10 يوافق معدوده إذا كان مركبا ويخالفه إذا كان مفردا. ألفاظ العقود والمئة والألف لا يتغير لفظها مع المعدود سواء كان مذكرا أم مؤنثا. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، دمتم برعاية الله أصدقائي. إلى هنا أبنائي الطلبة ونكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في دروس قادمة، دمتم وسوريتنا بحفظ الله ورعايته.